السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وظل الناس يحجون بيت الله الحرام منذ ذاك الوقت وإلى الآن، فالحج معلوم منذ قديم الزمان. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات معدودات لا يجوز تأخيرها أو تقديمها، وهناك قولان في أشهر الحج. أما القول الأول فهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة، فأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث من باب التغليب. وأما القول الآخر هو قول الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. فقول عبد الله بن عمر يوجب دم على كل من أخر طواف الإفاضة عن اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. أما قول الزبير بن عوام لا يوجب دم على من أخر طواف الإفاضة لآخر ذي الحجة، وهو الأيسر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ويترتب على ذلك أحكام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج وأحرم بالحج وأوجب الحج على نفسه فلا رفث، أي يحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية. وأجمع العلماء على أن الجماع للمحرم بالحج قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل وهدي، ويحرم عليه أيضا الفسوق بفعل المعاصي ومحظورات الإحرام. وإن كان الفسوق في كل وقت وفي كل حال حرام، لكنه أقبح وأشنع في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك لا جدال في الحج، لأنه يؤدي غالبا إلى الغضب والكراهية، وما هذا إلا تعظيما للإحرام بالحج وصيانة له عن كل ما ينقصه أو يفسده. فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فوجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وبذلك إن شاء الله يكون الحج مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازي كلا على عمله، ومن لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته نفسه بالمعصية. لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر، فالصغير في عينك قد يكون كبيرا عند الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نزلت في أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون إنا متوكلون، ثم كانوا يسألون الناس وربما غصبوهم، فأمرهم الله عز وجل أن يتزودوا بالزاد من طعام وشراب ومال فيستغنوا عن سؤال الناس. وتزودوا لهذا السفر المبارك بالزاد والطعام فتستغنوا عن المخلوقين وسؤالهم. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في الدنيا والآخرة فهو زاد التقوى. فكل إنسان له سفران، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. سفر في الدنيا لا بد له فيه من زاد من طعام وشراب ومال،
وسفر من الدنيا لا بد له أيضا من زاد من معرفة الله ومحبته والإعراض عما سواه. وصدق الشاعر حين قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنت لم ترصد بما كان أرصدا. واتقوني يا أولي الألباب، وخافوني يا أصحاب العقول السليمة والرزينة. والألباب جمع لب، وهو العقل، وهو أشرف ما في الإنسان. ما كان الإسلام أبدا دين جمود وتخلف كما يروج البعض من أعداء الإسلام، ولكنه دين يخاطب العقول الراجحة والسليمة. جزاكم الله خيرا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.